حليب سكر ان شاء الله، نعمل عصير الذرة بالحليب والسكر زي الدكتورة قدمنا حاجات كده ما شاء الله لعصير الذرة بالحليب، عصير الذرة بالحليب والسكر ان شاء الله نعمل فيها ان شاء الله فرقة. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. معلقة على طول خلص. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما شاء الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام، لك الحمد على كل حال يا أرحم الراحمين. وعافنا وعافنا يا رب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ولك الحمد بالإيمان والإسلام، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. من العصير اللي ماما من حبيبتي لاني مش عارفه تاكل الذره، طلع عصير هولي قولي لا قولي طب انا اكلت وشبعت دي منابك. محرمهاش من حاجه ان شاء الله، ربنا هيحاسبنا على كل حاجه. اللهم صل وسلم. عصير الذره المشوي بالحليب والسكر مع الدكتورة بطوطة عطيه. بطوطة عطيه يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. الله ترى امام ترى مش عارفة طيب انا سؤتان عناية حاضر امام عمله لك عصير. عصير الجديد، عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر. وهنعمله بقى شوربة على الحلال، ولازم نعمل بسكر وحليب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلوا عليه صاحب الشفاعة ما تصلوا عليه نبينا الهادي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، اجعلنا من المستغفرين بالاسحار بالليل وبالنهار في اليقظه وفي المنام يا رب. وارض عنا يا رب، وارض عنا وادخلنا الجنه يا رب يا رب. اهدنا صراطك المستقيم وادخلنا جنة النعيم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الله 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 رسولنا للهداية والسلام. عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر.
عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر. السكر يا سكر، ما بنت السكر يا بطوط وعسل. كانت كلنا ازاي، كانش الدنيا خربت ولا العالم فسدت. يلا ربنا يهدي يصلح الحل لعباد البلاد، ويهدي الناس لأمهاتها والشباب اللي أمها وأبوها. أهم حاجة الأم والأب. عصروه عندي في الفريزر أو البول، زي ما بعمل العصار كده. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل رب العرش العظيم أن يدخلنا جنة النعيم. يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. سبحان الكر الحمرا حتى خلنا كان لبس الدنيا شايفة خلناها على شوية. رب سامح هذا من هذا، وقل لي لماذا هذا. نعمل ده عشان نكون في الصينية. يا صلاة الزن على كحيل العين، صل على النبي ألفين. صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا وحلا وعلا. هذا الذرة المشوي نعمل عصير بالحليب السكر. عصير الذرة. هلا 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 على حبيب الله. طب كل حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى. سكر وأصلا مسكر 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 مسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم نرجع إليك. ولا شوف الشوكة الحمراء دي. مش متحمر حرقه، هي متحمرة بس مش منها عشان متحمرش ما طعمها محمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسكرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. عصير الذرة بالحليب Thank you.
جربت تعطية يا حلاوتها هي في السعودية. الله نصفيه عشان القشرة تشفي الحلقوم المريء. بعد كده بقى نصلى على رسول الله، بعد كده نصلى على الرسول على نصلى على رسول الله في البداية وفي النهاية، وأقول لكم الحكاية في الرواية. الله روح جميلة، صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. نصفيه عشان القشر يا أستاذة، قدرتك ممتازة. عايز وقت بقى عشان مش من حاجة أبدا، خاص بعمله جرجير بقدونس كله كله الدراع عاملها ولا بترمس عاملها كله. الحمد لله على الدوام، الحمد لله بالليل والنهار، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله على الدوام، الحمد لله بالليل والنهار. الله 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 هنا عشان ما نروحش بعيد. يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، بحبك يا حبيبي يا رسول الله، كن شفيعي يا طبيبي. يا حبيبي يا رسول الله، الله الله العظم، الله يا رب استرهم. خلاص بقى نحط ماما في البيت، خلاص نعدلها وخلاص نخلص من العصير. لا مش عيش هاي عيش، انا بصحي براحتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي مغفرة من عندك تهدي بها قلبي. يا رب بيض قلبي وبيض قبري، يا رب بيض قلبي وبيض قبري، يا رب أهم حاجة القبر. قبري إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، والعوذ بالله من النار. الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا صلوا على الهادي وهو خير منادي. الله 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 الله
يا حبيبي يا سيدي رسول الله، صلوا عليه صلوا عليه، صاحب الشفاعة ما تصلوا عليه، صلوا عليه صلوا عليه، صاحب الشفاعة ما تصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. هذا عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر. الزهرة المشوي بالحليب وفي السكر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. إذا وصل الله الله عبد الله والنبي كمل شغل الله الله الله. هذا عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر المعمول إن شاء الله. الله الله الله. بصراحة أخلص ولا وقت أديلها الكوباية. بسم الله ما شاء الله. هذا عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر. يا سكر يا سكر يا سكر. نبدأ شوية نشرب. صراحة اللي عنده سن كبير يعني بعلمكم، يا ريت تنشروا الفيديوهات دي لو تكرمت. ما بتتكرموش، ما عندكوش كرم. لو تكرمت تنشروا الفيديوهات. فهذا عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر. يا سكر يا بطوطة. حضر يا مامي وزر مزرعة لابيسن في يوم إن شاء الله العصير. يا سكر يا سكر. راح أوديها وديتها أرتكم معي أنا شوية سيدة الباب. همسك ولا التليفون ولا الباب. الله الله. هذا عصير الذرة المشوي بالحليب والسكر. الحمد لله والشكر لله. عسل 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 إلى يوم القيامة عسل. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي صلى الله عليه وسلم. أروح لأودي عشان قبل الفجر. فجر على طول متعودة كده بالليل يعني سواء لايف أو غير لايف. بس أنا قلت أحب إبداع فني حاجات. لا أنا بعمل على طول حاجة بس في ناس يعني مش عارف ياكل الذرة سواء كبير أو صغير أو مالوش سنان أو سنانه مترمة أو سنانه مركب طقمة أو تعبانة أو كل حاجة بتنفرم كل حاجة يعني. يعني أنا بعلم الناس وفيديوهات جميلة كلها ما شاء الله. الله الله يا رسول الله. الله ربنا يكبر الخطر اللي بيكبر الخطر ربنا ولا بيكبر الخطر. الله عليك يا طاهر.